عماد عمارة متر دو بالي بالفرقة الوطنية الفنون الشعبية. إن شاء الله باش تشوفوا الفرقة الوطنية للفنون الشعبية يوم 14 أفريل مع الساعة 6:30 ليلا في عرض أصائل اللي باش يكون أمام طون أوماج للكوريغراف رضا العمروسي الله يرحمه بمناسبة مرور 40 يوم. نرجعوا لعرض أصائل اللي باش نشوفوا كل ما هو أصيل، لوحات راقصة انسبيري من الصوفي المالوف الشعبي البدوي. مرحبا بكم الناس الكل، وكيف نعاود نذكر يوم 14 أفريل 6:30 ليلا. مرحبا بكم.